السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. إلى العناوين: الفريق أول سعيد شنقريحة يسلم وزير الدفاع البرازيلي رسالة خطية من رئيس الجمهورية موجهة إلى نظيره البرازيلي لدى مشاركته في معرض لاد 2023 للدفاع والأمن بريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. كان إفطار مميز عن غيره بما أنه قام بجمع شمل الطلبة الأفارقة على الوطن الجزائري. كان إفطارا رائعا وسهرة ممتعة، تبادلنا خلالها صداقات وثقافة المجتمع الجزائري. ورمضان بالجزائر يجمع الطلبة الأفارقة تعزيزا للانتماء الأفريقي وتوطيدا للعلاقات بين شعوب القارة السمراء. ودعما لحلقة الإنتاج الفلاحي استفادة فلاحي ولاية ميلا من عقود امتياز وغرف جهوية للتبريد. وفي النشرة نرصد من سطيف الأثر الإيجابي لتخفيض أسعار أغذية الأنعام على المربين والمستهلكين. الجندورة القسنطينية التحفة الجزائرية المتفردة في أروقة اليونسكو لتصنيفها تراثا إنسانيا حفاظا على قيمتها وتقديرا لمهارة مبدعيها. المستهل بالتعاون العسكري وفي اليوم الثالث من زيارته إلى البرازيل والتي يشارك فيها بمعرض لاد 2023 للدفاع والأمن، استقبل السيد الفريق أول سعيد شنقريحة من قبل وزير دفاع جمهورية البرازيل الاتحادية خوسيه موسيو مونتيرو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لوزير الدفاع البرازيلي رسالة خطية من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، موجهة لنظيره السيد لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، مبلغا إياه تحياته الشخصية ولكافة الشعب البرازيلي. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أكد أن السيد رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري. كما أكد أن حضوره لمعرض لاد 2023 دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان البريكس المتمثل في البرازيل من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص إرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد ومثمر لكلا البلدين. هذا وكان السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد شارك أمس في مراسم معرض لاد 2023 للدفاع والأمن بريو دي جانيرو. مفدى التلفزيون إلى البرازيل زكريا ميهوبي. لاد 2023 للدفاع والأمن يعد الأكبر في أمريكا اللاتينية في مجال الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع، تشارك فيه أزيد من 80 دولة وأكثر من 340 شركة متخصصة في إنتاج الأسلحة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة حضر حفل افتتاح المعرض وأخذ صورة تذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة. وعلى هامش الافتتاح التقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية الفريق أول ركن فياض حامد الرويلي، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية. الفريق أول سعيد شنقريحة تباحث أيضا مع عدد من مسؤولي الشركات الهندية المشاركة في المعرض، وعقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع الطائرات أمبراير. كما طاف ببعض أجنحة معرض لاد 2023 قصد الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة الأسلحة ومختلف الصناعات العسكرية.
الحضور والمشاركة في مثل هذه المعارض الدولية يؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تعزيز القدرات القتالية للجيش من خلال مواصلة مسار العصرنة والتحديث. زكريا ميهوبي، موفد التلفزيون الجزائري، إلى ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. في النشاط البرلماني، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب في جلسة عامة رأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وذلك بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة العلاقات مع البرلمان. وعقب عملية التصويت أكد وزير العمل أن هذا القانون يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين. عقدت اليوم الحكومة اجتماعا برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، استمعت خلاله إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول المحاور الرئيسية لمشروع مراجعة القانون التجاري. كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول مدى تقدم أشغال إنجاز القطب الجامعي لسيدي عبد الله، حيث أبرز العرض التقدم المحرز في الأشغال على مستوى مختلف في هياكل هذا القطب الجامعي. الحكومة استمعت أيضا إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية، حيث تم إبراز الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إنجاز وإعادة تأهيل مختلف المنشآت الرياضية. كما قدم وزير القطاع عرضا حول البنك الوطني للبذور، وكذا مدى تقدم أشغال مشروع إنجاز بنك الموارد الجينية. وختاما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول استحداث علامة الجودة والأصالة للمنتجات التقليدية. في موضوع آخر، وقصد تمكين المواطنين من سحب أموالهم لاقتناء لوازم العيد في ظروف جيدة، قررت مؤسسة بريد الجزائر فتح مكاتبها ليلا إلى غاية ليلة عيد الفطر المبارك. المبادرة لقيت استحسانا وارتياحا لدى المواطنين، يقول محمد ياسين نقاش. مع فتح المكاتب البريدية ليلة أمس، لاحظنا إقبالا محتشما للمواطنين بسبب عدم العلم بالعملية. الإجراء ثمنه المواطنون. حاجة مليحة وتسهل على اللي يخدموا في النهار. والله عارف بزاف حاجة مليحة، تسهل بزاف المواطنين باش يرجلوا صالحهم في الليل. أكثر من 500 مكتب بريد تم تجنيده للفتح بعد الإفطار. انتهينا أن نفتح ليلا في العشر الأواخر من الشهر الفاضل، وذلك تحضيرا يعني لعيد الفطر المبارك، يعني لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم. اليوم يعني عندنا 500 أكثر من 500 مكتب بريد على المستوى الوطني مفتوح ليلا من الساعة 9:30 مساء إلى الساعة 11:30. فتح المكاتب البريدية ليلا هو إجراء استثنائي خاص بعيد الفطر، سيسهل حتما العمليات المالية للمواطنين وإنهاء مشكل الطوابير. في شان الفلاح وسعيا لتحقيق الوفرة في مختلف المحاصيل الزراعية، استفاد 20 فلاحا بميلا من عقود امتياز في إطار تنظيم النشاط الفلاحي ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية بالولاية. المتابعة لطارق حجي. بعدما يقرب من 20 سنة من العمل والإنتاج الفلاحي لأزيد من 15 فلاحا بتسدان حداد ولاية ميلا، جاءت اليوم الاستفادة من عقود الامتياز للاستثمار الفلاحي، وهي الخطوة التي تضع هؤلاء الفلاحين في الطريق الصحيح والموثوق للاستثمار الفلاحي والدعم. كنت مثلا تطلب حوايج يقول لك ما عندكش كوارت، مثلا تطلب باسه، تطلب بير، تطلب الدعم، ما يعطيوكش. ما عندناش الوثائق اللي نخدموا نخدموها هايبين، ما عندناش محميين، ما عندناش المكاش، ما عندناش دوك. ان شاء الله كيعطيونا عقد الامتياز، ممكن بالك ننطلقوا سمان يعني نجددوا في العمل، ما نوسعوا في العمل ونجددوا في العمل، بالك نطلبوا دعم، نطلبوا الماء، نطلبوا بسانات، نطلبوا حاجه سما باه نخدموا. الخطوة هذه دعم آخر لحلقة الإنتاج الفلاحي بولاية ميلا، خاصة وأن الولاية تحتل مراتب ريادية في عدد من المنتجات الفلاحية أهمها الثوم. تم مؤخرا تسليم العقود لكل الفلاحين لتسهيل عملية خدمة الأرض واستخراج الوثائق الإدارية، منها بطاقة فلاح، الاستفادة من الدعم،
بكل اشكاله من طرف الدوله وتشجيع كل الفلاحين في العمل في اطار القطاع الفلاحي. وبالموازاة مع هذا تعززت الولاية بقدرات إضافية للتخزين من خلال غرف تبريد جديدة هي الأكبر جهويا بقدرة 18 ألف متر مكعب بمحاذاة السوق الجهوية للخضر والفواكه بوادي العثمانية والمدشنة حديثا، لتكمل ولاية ميلا بذلك حلقة الأمن الغذائي إنتاجا وتخزينا وتسويقا. فلاحيا دائما شهدت أسعار أغذية الأنعام انخفاضا على مستوى الوحدات التابعة للديوان الوطني لأغذية الأنعام، وهو القرار الذي كان له الأثر الإيجابي على مستوى حضنة ومذابح ومركبات تربية الدواجن وكذا تعاونيات الفلاحين في مختلف الشعب. سعيد بلونيس والمزيد. حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وبعد الانخفاض الذي شهدته المواد الأولية في صناعة أغذية الأنعام كالصوجة والذرة بالأسواق الدولية، انخفضت أسعار أغذية الأنعام بشكل معتبر على مستوى وحدات الديوان الوطني لأغذية الأنعام والعينة من وحدة العلمة بسطيف. انخفاض محسوس في أسعار الأعلاف بمختلف أنواعها، مادام راها المواد الأولية متوفرة، الأعلاف راها متوفرة وبكميات كافية، ومرحبا بجميع الفلاحين. إن انخفاض السعر ينسحب على سوق اللحوم البيضاء بمختلف الحاضنات والمذابح والتي تحتل في تربيتها الأغذية نسبا معتبرة، مما يجعلها في متناول المستهلك النهائي عند اقتنائها. هذا الانخفاض سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، حيث أن تكلفة الأعلاف تدخل بنسبة 70% من تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء. الانخفاض أيضا له تداعيات على مختلف التعاونيات الفلاحية، الشيء الذي لمسناه بالتعاونية المتعددة النشاطات برسلمة والتي يفوق عدد المنخرطين من الفلاحين بها 400 فلاحا في مجال تربية الأبقار والأغنام وتحويل الحليب ومشتقاته. الثقل نتاع الجفاف اللي رانا نعيشوا به ونمروا به ان شاء الله، نحاولوا نخفوا قدر المستطاع نخفوها على المربي، والاسعار يعني راهي مقبوله جدا. يعني قرار تخفيض اغذيه الانعام يضاف الى بطاريه الاجراءات والتدابير التي اتخذت للعمل على استقرار السوق وضمان تزويدها المنتظم ووصولها لنقاط البيع باسعار معقوله. تعزيزا للانتماء الافريقي وتوطيدا للعلاقات بين شعوب القاره السمراء، بادر المرصد الوطني للمجتمع المدني امس بتنظيم مأدبه افطار جماعي على شرف طلبه افارقه مقيمين بالجزائر وينحدرون من 37 بلدا افريقيا. المبادره تمثل رساله محبه وتقارب وصداقه، وهو ما ثمنه هؤلاء الطلبه. أجواء كانت رائعة وجد وفي القمة، الحمد لله. كان إفطار مميز عن غيره بما أنه قام بجمع شمل الطلبة الأفارقة على الوطن الجزائري. كان إفطارا رائعا وسهرة ممتعة تبادلنا خلالها صداقات وثقافة المجتمع الجزائري، أحببت ذلك كثيرا. تشرفنا بهذا اليوم الفضيل والمبارك في شهر رمضان، وكان إفطار أكثر رائع، وكانت الأجواء جد رائعة، أجواء رمضانية، والحمد لله تأقلمنا في بلدنا الثاني الجزائر، ونشكر الجميع على هذه المبادرة جد رائعة. أجري اليوم الدور النهائي من المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمشاركة 14 متنافسا من بين 697 متسابقا من صغار الحفظ، اجتازوا المسابقة من 58 ولاية عبر تقنية التحضر المرئي، على أن يتوج 4 فائزين في فئة أطفال المراكز المسعفة، أطفال التوحد وذوي الهمم. نبقى مع أجواء سهرة رمضانية المعبقة بشذا الإنشاد الديني والمديح النبوي، حيث كان التنافس في البرايم الثالث من الطبعة الثامنة لبرنامج حادي الأرواح الذي ينظمه التلفزيون الجزائري محتدما في مسابقة صدحت فيها حناجر المنشدين وأسفر عن تأهل 6 أصوات لتنشيط السهرة الختامية التي حضرها عن التلفزيون محمد الكحل. وأدخل من باب السلام مسلما. في ليلة غراء من أواخر رمضان
فتية أصواتهم اعتلت عرش حادي الأرواح، رصعت فن الإنشاد بلا آلئ الكلام. هذا كله من فضل ربي، نتأهلنا للنهائي وإن شاء الله نقدم لكم نهائي في القمة إن شاء الله. كانت المنافسة حقيقة صعبة، وكان جل المتنافسين يعني متحكمين في أدائهم، وإن شاء الله نكون منهم. سهرة إنشادية رسمت لوحة فنية من طرب المنشدين. المعايير المعتمدة في كل المسابقات العربية: جمال الصوت، مساحة الصوت، التقنيات، مخارج الحروف، الإيقاع والوقوف على المنصة. هذه المعايير كلها من 20 نقطة تم التقييم بدقة وبكل شفافية وموضوعية من أجل اختيار الستة الذين تأهلوا. برنامج حادي الأرواح لقناة القرآن الكريم عبق يسمو بيت العائلة الجزائرية، في سائر الأيام يستلهم شبابنا منه قيم الإنشاد الفاضلة. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أفريل الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 21 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب4 قناطير و62 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط أزيد من 100,000 قرص مهلوس. وبكل من تمرسة، برج باجي مختار وتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 216 شخصا وضبطت 18 مركبة و100 مولد كهربائي و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 28 شخصا آخر وضبط بندقيتي الصيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب37 طنا وكذا 13.6 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب16,514 لترا بكل من سوق هراس، الطارف، تبسة، تمرس وبرج باجي مختار. ومن جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 159 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 456 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، أكدت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أن قافلة برية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو تمكنت من دخول المناطق الصحراوية المحررة لأول مرة بعد 2 عامين من عودة الحرب في الصحراء الغربية، وذلك في إطار بادرة حسن نية لإعادة تزويد مواقع البعثة الأممية أعلنت عنها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مارس الماضي.
في الشان الفلسطيني، يواصل الأسير الفلسطيني خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله لليوم 66 على التوالي. وحسب محاميه فإن الأسير خضر عدنان يعاني من إغماءات متكررة إضافة إلى إصابته بأمراض عدة. من جانب آخر، اتفق البرلمان العربي ونظيره الإفريقي اليوم على اتخاذ خطوات مشتركة بين الجانبين من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني. نعود إلى أخبار الوطن، فعندما نتحدث عن الأحياء العتيقة بوهران يتبادر إلى أذهاننا حي الحمر العتيق وأجوائه الرمضانية المميزة التي تستهوي الصائمين من خلال الإقبال على السوق والعيش في كنف الأجواء الروحية. صوفيا العجونة. برنامج ديني وأجواء رمضانية تأخذنا إلى وقت الزمن الجميل بحي الحمر العتيق خلال الشهر الفضيل. إن رمضان هو الشهر يعلمنا كيف نتحضر، كيف نصنع أنفسنا، لأن برنامج يومي حلقة في الصباح خاطرة صباحية لمجموع المصلين، ثم درس تفسير، ثم في المساء خاطرة مسائية. احنا عندنا التقاليد، عندنا اللي كيقولوا في الحشين ديال التراويح تاعنا هنا في رمضان، تحسي بتشمي رمضان في لي كاتي بوبيلات. كل عام نجي في رمضان تاعي هنا سورتو في الحمري مع أحبابي مع هذا، كان لومبيونس، كان تراويح، كان بزاف صوالح. وهنا بسوق الحمري تتنوع السلع والمأكولات المعروضة، دون أن ننسى شربات حي الحمري التي تستهوي الصائمين من داخل وخارج وهران بنكهتها المميزة والتي توارثها صناعها أبا عن جد. من الستينات احنا بيعوا الشربات، جاية من عند الجد، عاود جات عند الأب، عاود رانا هنا، راني مع ولاد عمي خدامين، هادشي باني يخدم فيها بالمغرفة الصغيرة. أيوة رانا نتبعوا فيها. اللي بدا كاع حنا ديك اليوم صغار كنا نجوا هنا، دروك رانا كبار، رانا اباء، رانا نشرو منا. تلموا لي شربات شابه وبورخصه بري كيما نقولوا سامبوليب، النقاوه، كل شيء، كاع الشعب يجي. سبا سي طوب، سبا سي حاجه دو كلاس، الناس راهي تجي من دوطخ دائره، دوطخ كومينا، مي يجوا هنايا. المرشي تاعنا هذا راه معروف من الاسواق القديمه في مدينه وهران. حاجه شابه في المرشي تاع الحمري ولا السوق الحمري انه مازال محافظ على الطابع الاجتماعي. على أمل الحفاظ على تقاليد مدينة العراقة والأصالة وهران، يأتي رمضان ببركاته وأجوائه الروحانية ويذهب كضيف مبارك محبوب. ونختم بالأزياء الجزائرية الأصيلة، فالقندورة القسنطينية أو القطيفة رمز أصالة وأناقة المرأة بشرق البلاد، والمتميزة بجودة المواد المستعملة في حياكتها كالمخمل الحريري والجلد الفاخر. هذا اللباس المتفرد تم إيداع ملفه على مستوى منظمة اليونسكو ليسجل كنزا تراثيا إنسانيا حفاظا له من الاندثار وتقديرا لمهارة الحرفيين الجزائريين. محمد زمولي. اللباس التقليدي رمز من رموز الهوية لدى الشعوب، لأنه يعكس فنونهم وذوقهم ومنتهى تجاربهم، وهو مفخرة عن عبقرية أدائهم ومهاراتهم. قندورة الفتلة أو المشبود القسنطينية هي إرث الأجداد، وهي تحفة فنية في مزجها للرموز والألوان والمواد الرفيعة، فلا يخلو بيت قسنطيني منها، لأن كل عروس تزف بهذا اللباس الأسطوري ليلة قرانها. نهزو في قسنطين فقط، مدينة قسنطينة نلقاو قندورة المشبود، قندورة الفتلة، قندورة الشمسة، الغليلة، قفطان القاضي. هذا التراث والحمد لله توضع سرمارش في نسجيه في الملف توضع في هذا الشهر الماضي، في آخر الشهر الماضي، والحمد لله دركا يعني نجوزوا الأشياء أخرى نزيدوا نصنفوها، نحاولوا باش نسجيو لها ملفاتها باش نصنفوها. القطيفة أو القندورة القسنطينية اللباس التقليدي لباس مخملي، فخيوطه من حرير يحمل رموزا نباتية للورود والأزهار مشابهة للفسيفساء تقريبا. تنسج تلك الرموز بخيوط من الذهب أو الفضة على قطع من أرقى أنواع الجلود. وللقندورة القسنطينية مع بدايات القرن 15 أكسسوارات عديدة كالتاج أو ما يسمى بالقرطاس. وما اللباس إلا جزء وعنصر يدل على أن هناك مرجعية
حضرية، أن هناك مرجعية ثقافية لأهل قسنطينة وللقسنطينيين بصفة عامة تبلورت وتجلت في هذه الألوان وهذه الأشكال البهية. وقد تم إيداع ملف لإدراج الجندورة القسنطينية ضمن كنوز التراث الإنساني لدى منظمة اليونسكو لهذا الزي الذي يمثل جمال وروح مجتمع برمته وحماية له من الاندثار. ختام نشرتنا كان معكم في الإخراج كمال مالك وفي رئاسة التحرير شعيب درحمون. شكرا لكم على المتابعة. صحفتكم، إلى اللقاء.